الجديد يا ابو سالم يقول ترى دام وقتنا الاقشر وخلى المستوي مضهود. يا سلام. احنا بروسنا صكات واجد ما هي بسكر. تعودنا على صلف الهبايب والليالي السود وراسك من ليالي وقتك الضاحك ولا تكة. لا تستغرب لي شفت الولد ياخذ عصاة العود هدر حاله وطارت سكته واستوحش السكة على طريق طغى ما كنت اعرف الا انت يا النمرود ومت من الدب الحنان والموتى من الحكة. الا يا وقت ما اقوى منك غير الخالق المعبود ومن تقدر تبكي مالنا حيله معك بكة سلاح الطاغية نيابة وخشم السيف والبارود وسلاح المسلم الرحمة وطاري طيبة ومكة وسلاح الطيب السكين للخروف والمفروض وسلاح الطفل دمعة يحسب النمة تبي تفكه علي الله في وجهك من انقاص الجهد والزود وخلقك مسودي في الزمان الشين من ضكة الله